سادس علامات الساعة الصغرى: قتل الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. والإمام هو أمير المؤمنين والخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ خرج عليه المنافقون واستباحوا مدينة الرسول وأراقوا دما طاهرا ذكيا، فأحدثوا من الفتن والظلم ما ينفطر منه فؤاد المسلم، فقتل شهيد الدار مظلوما على أيدي أناس حاقدين لم يراعوا حرمة خليفة من خلفاء الرسول، ولم يراقبوا في المسلمين إلا ولا ذمة. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بالشهادة وأنه على الحق. روى أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهم. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بأن الخارجين عليه هم منافقون خارجون عن طاعة الأمير الراشد. روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأدرك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمسك الله، فلا تخلعه ويقول ذلك ثلاث مرات. وقد يتساءل المسلم: لماذا لم يدافع عثمان بن عفان رضي الله عنه عن نفسه ويحث المسلمين على قتال الخارجين عليه ويوقفهم عند حدهم؟ إن عثمان رضي الله عنه لشدة شفقته بالمسلمين وروعة التقوى آثر أن لا يقتل ولا تراق قطرة دم واحدة من المسلمين بسببه، فآثر الموت دون دماء المسلمين. إن امتناع عثمان رضي الله عنه عن القتال يوم الدار كان تنفيذا لأمر عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم به، إذ أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عثمان بالصبر، حيث كان يعرف ما سيجري من الفتن والاقتتال بين أصحابه من إزهاق الأنفس والخروج على طاعة الأمراء. لما كان يوم الدار قيل لعثمان: ألا تقاتل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر عليه. فرحم الله عثمان بن عفان رضي الله عنه ورحم جميع أموات المسلمين. والسلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.